الطالبة ليلى الملحم، إدارة التعليم الشرقية، مدارس الجامعة، المرتبة السادسة الحمد لله. إن شاء الله يا رب راح أكمل التجارب اللي مخطط إني أكملها، ونكمل إن شاء الله بمشوارنا. طبعاً داعمين لي كثير، بداية حابة أشكر جامعة الملك فهد للبترول والمعادن، مدارس الجامعة، موهبة الداعم الأول لنا، وأهلي وكل من ساندني في مشواري هذا.